مرحبا بكم أصدقائي بدرس جديد من فوتوشوب. في هذا الدرس سنتعلم أداة جديدة من صندوق الأدوات، وهذه الأداة هي الباتش، باتش تول، والتي تعني الترقيع بالعربية. حسنا، عندنا هذه الصورة الجميلة من مارين في برشلونة، وسنقوم بإزالة هذه الطيور الثلاث. هذه العملية الأولى التي سنقوم بها. طبعا هي هذه الطيور كلش جميلة وحلوة، بس مجرد لأغراض التعليم سنقوم بإزالتها. طبعا بعد ما اخترنا الأداة اللي هي باتش من صندوق الأدوات من هذا المكان هنا، سنحتفظ بنفس هذه الإعدادات الافتراضية، والأهم شيء يكون سورس المصدر يعني. وبعدين هسه نريد نشيل مثلا هذه البطة، نقوم بتحديدها كذا ثم نسحبها، وهذه نفس الشيء نحددها نسحبها، وهذا أيضا نفس الشيء، هذا الطير الطائر نحدده ونسحبه. طبعا نحاول دائما نحدده في منطقة يعني مشابهة للمنطقة اللي كان بيها حتى ما يبين. بس إذا نقوم بالضغط على كنترول دي نشيل التحديد، نشوف الطيور مالتنا كلها اختفت. بس ليش نشيل الطيور؟ الطيور حلوة، احنا نريد بالعكس، احنا نريد طيور اكثر. فماذا نفعل حتى نحصل على طيور اكثر؟ اول شيء طبعا عن طريق الهيستوري نرجع الطيور مثل ما كانت هكذا، كنترول دي نشيل السلكشن، نيجي على هنا اول مرة اختارينا سورس، هنا نختار هسه ديستنيشن، نضغط على ديستنيشن، سنحيط بهذا الطير بالسلكشن، بعدين نسحبه، صار عندنا طير ثاني. نعمل نفس الشيء هنا، نسحبه، صار عندنا طير ثاني وبطة ثانية. بس شو نسوي؟ نعمل كنترول دي ونضغط هون، نحدد هذه البطة ونسوي بطة ثانية، نسحبها مرة الأخ، بطة ثالثة، وهكذا كنترول دي هنا أيضا نسحبها. طبعا هي الطريقة غير صحيحة، لأن هذول البط عندهم طريقة خاصة بالسباحة، يمشون بطريقة معينة، يشكلون فد فورم معين، بس احنا هنا يعني لأغراض التعليم نسوي هاي الشغلة. الآن طبعا صار عندنا بط كثير وحمام كثير، وهذه كان هذا آخر شيء في هذا الدرس القصير، واللي أرجو أنكم تعلمتوا من شيء مفيد. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء في درس ثاني.